من على ضفاف نهر التايمز في عاصمة الضباب لندن، قاعد في بيته اللنداني عند الباغي عطوان في لقائه مع قناة الميادين الإيرانية اللي بتبث من معقل حزب الله الإيراني في الضاحية الجنوبية في بيروت. طالع لي مع عميلة الفرس علا ملاح علشان يعزفوا سيمفونية مليانة تحريض، مهمتهم حماية إسرائيل. لا ما تستغربش وهتشوف بنفسك إزاي بيحموا إسرائيل، والدليل على إن عبد الباغي عطوان عميل الاستخبارات البريطانية. كل ده هنعرفه ولكن بعد الفاصل. السلام عليكم. في الفيديو ده سبق وتكلمنا عن ان ازاي قناة زي الميادين وميليشيات حزب الله والحوثي وحماس بيسوقوا الاجندة ايران الطائفية في المنطقة العربية، مستعملين الحجة او العباءة او الخرقة الفلسطينية اللي بيستتغوا بيها وبيستعملوها لتنظيف قذارة ايران الطائفية باسم فلسطين. وبسرعة استضافت قناة الميادين الايرانية عبد الباغي عطوان علشان يمارس عملية حماية الصهاينة وتضييع بوصلة العرب. اخونا بقى احمد بسام وباسم الفلسطينيين الشرفاء الحقيقيين وهم الأغلبية الكاسحة رد على كلام عبد الباغي عطوان اللي اعتبر قصف منشأة أرامكو في جدة انتصار لفلسطين وقصف جبهته، وأثبت أنه لا يمثل فلسطين ولا شعب فلسطين وأنه مجرد مرتزق حقير. علشان كده أنا جاي أتكلم معاكم في جانب تاني من الموضوع، وهو جانب خطير كتير اتكلمنا عنه وحنفضل برضو نتكلم عنه، وهو أن المخطط اللي بيمارسه الإعلام القطري بكل أذرعه ومعه الإعلام التركي والإيراني والإخوانجي هو مخطط لحرف بوصلة العداء للشعوب العربية من إسرائيل للدول العربية، يعني توجيهها ناحية الدول العربية كبرى وعلى رأسها السعودية بدل ما هي متوجهة تجاه إسرائيل. طبعا انتوا سمعتوا عبد الباغي عطوان وهو بيقول هذا انتصار كبير للقضية الفلسطينية، انه في قوة اسمها أنصار الله وحلفائها في اليمن يستطيعوا ان يصيبوا اهدافا بدقة. انتصار للقضية الفلسطينية بقصف منشأة في جدة في السعودية، هي دي نظرية عبد الباغي عطوان، علما بان عبد الباغي عطوان له اخوة واقارب عايشين في السعودية، يعني ممكن يكونوا معرضين للخطر من عمليات الحوثي ضد السعودية. وعلشان كده محدش يلومني لما شبه افعال بعض البشر بافعال الخنازير، ولكن بصراحة والاخطر من كلام عبد الباغي اللي احنا عارفين توجهاته، الاخطر من كلامه هو كلام المذيعة بتاعت الميادين علا الملاح. الست هانم عايشة في الحضن الإيراني وبتروج له بكل وقاحة، وانتبهوا بتقول ايه هنا كويس قوي. أستاذ عبد الباري، يعني اليوم يعتقد ربما الإسرائيلي أو حتى تعتقد السعودية بما أنه أصبحوا محور واحد ما بقى فينا نفرقهم عن بعض. أه يا بنت الفرس، شفتوا بتقول ايه؟ خلوا بالكم من الجملة دي كويس قوي. أنه أصبحوا محور واحد ما بقى فينا نفرقهم عن بعض. دخيل قلبك أنا يا دلي، عليكي شو بتقولي؟ ما بنفرقش عن بعض. علا ملاح بتقول للمشاهد العربي اللي قاعد زي الخروف قدام شاشة الميادين ان السعودية واسرائيل واحد يا عرب، يعني لما تهجموا على السعودية وتحاربوها كأنكم بتحاربوا اسرائيل عادي يعني. اه يا بنت الفرس، يعني انت يا علا في الوقت اللي انت عايشة فيه تحت جزمة الفرس ومسيطرين على بلدك لبنان ومدمرينه، طالعة زي العاهرة بتوجه العرب تجاه السعودية بينما الفرس داعس عليكي. اما عبد الباغي فمحدش فيكم فكر ازاي واحد قاعد في لندن وبيحرض على دولة الصهاينة اسرائيل والانجليز سايبينه يقول اللي هو عايزه. يعني اسمعوا كده مثلا بيقول هنا ايه. والله لدخولهم في كدولة مواجهة، والله هذه في حد ذاتها ترعب الإسرائيليين. طيب والله هؤلاء الناس انه اذا فتحوا جبهة مع اسرائيل وخاصة بالبحر الاحمر وضد السفن الإسرائيلية والملاحة الإسرائيلية وقصفوا إيلات وقصفوا اللي هو معمل ديمونة، والله اسرائيل والله لا يوروه من جوه. يعني الان راح يخافوا اكثر بعد. يا ناس يا عالم، ربنا عرفوه بالعقل بعد النقل. واحد قاعد في لندن في بريطانيا وبيدعو لاستهداف السفن الإسرائيلية في البحر الاحمر وبيدعو لاستهداف مفاعل ديمونة النووي. عايزين تقنعوني ان اللي بيقوله عبد الباغي ده وهو في بريطانيا لا يعاقب عليه القانون الانجليزي؟ ده بيحرض على استهداف مفاعل نووي في دولة الصهاينة يا جدعان، في الوقت اللي هو قاعد فيه في بريطانيا. وبريطانيا دي مش قليلة، دي بريطانيا دي هي اصل الشرور في العالم وهي اللي زرعت اسرائيل في ارض فلسطين، ومع كده الانجليز سايبينه يتكلم براحته لانه بيخدمهم وبيخدم اجندتهم اللي هي فرق تسد. خلاصة الكلام يا سادة يا كرام، المسألة تخطت مسألة التشويه، المسألة هي بالفعل مسألة حرف للبصر. المشكلة مش في عبد الباغي لانه مفضوح ومعروف ومكشوف من زمان، المشكلة في قناة الميادين ذات نفسها والاعلام الشبيه. شفتوا ازاي اللي اسمها علا الملاح بشكل مكشوف بتوجه العرب تجاه السعودية؟ وده اللي عايزينه في اسرائيل وايران على حد سواء. اسرائيل عايزة العرب يتلهوا ببعضهم علشان هي تعيش بامان وينشأ صراع ما بين المسلمين بخصوص ادارة الحرمين علشان الصهاينة يفضلوا مستفردين بالقدس براحتهم. اما ايران فكلنا عارفين ان هي بتسعى لوضع ايديها على الحرمين او ان يكون ليها موطئ قدم فيها لاسباب طبعا
عن طائفية أكيد كلكم عارفينها، وده علشان يتحقق لهم فلازم يسعوا لقرابة السعودية والتحريض عليها. أنا عارف إن دايما بزن في الموضوع ده، موضوع حرف بوصلة العرب، وهفضل أتكلم فيه وعنه لحد ما أطمن الموضوع ده أخد حقه من الانتشار. علا الملاح مجرد مذيعة في قناة الميادين الإيرانية، وقناة الميادين الإيرانية عموم توجهها هو كده، توجهها هو حرف بوصلة العرب وتكريه العرب في بعضهم وحرف بوصلة عدائهم. وللأسف في ظل غياب إعلامي عربي يفند هذه الأكاذيب، إعلام عربي يكشف حقيقة التخادم الإيراني الإسرائيلي على حساب العرب، يعني والله ثم والله إن واحد زي عبد الباري لوحده يستحق برامج مخصصة علشانه، فمفيش أسهل من الرد عليه وتفنيد أكاذيبه وارتزاقه وفضحه. عبد الباري بينط من قلال قناة بينفش سمومه، بينما إعلامنا معلش نسيت، إعلامنا مشغول بمسلسلات رمضان وبرامج الكاميرا الخفية ومين أحسن طباخ ومين أحسن واحد بيقول آيا ليلى آيا عين. الله يحرق دم اللي في بالي، وأشوفكم في حلقة جديدة إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.